فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين الشيعة والرافضة؟ وهل الأفضل أن يقول الإنسان إنهم رافضة لا شيعة؟ الرافضة جماعة من الشيعة، فرقة، فرقة من الشيعة، يقال لهم الرافضة ويقال لهم الإمامية، اللي يقولون بإمامة الاثني عشر والاثني عشرية، ويقال لهم الجعفرية لأنهم ينتسبون إلى جعفر الصادق رحمه الله وهو بريء منهم، هذه أسمى لهم، وهم فرقة من الشيعة، فرقة من الشيعة أصناف، منهم الفاطميون وهم أشد فرق، ومنهم الإسماعيليون، ومنهم العلويون، ومنهم الدروز، كلهم فرق من الشيعة، وهي متفاوتة فرق، ومنهم الزيدية، كلهم فرق متفاوتة. نعم.